يجيد مثل هذه الكرات. سلام شاكر يجيد وسجل مثل هذه الكرات، والكرة خطيرة إذن على مرمى نادي الشمال المتأخر بثلاثية نظيفة حتى الآن. وسام على تنفيذ الخطأ يلعبها مباشرة في منطقة الجزاء، التسديد، الجول، جول 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 الرابع، الرابع يا أول يا أول يا إبراهيم يا أول، من أول لمسة يسجل أول إبراهيم، أول ومن أول لمسة يسجل في شباك مرتضى طالب، والكل يسجل ما في مشاكل، المدافعين يسجلوا والمهاجمين يسجلوا، كل الفرق تسجل في شباك الشمال، ما في مشاكل ما في مشاكل، كرة ماء جدا حقيقة. نادي الشمال في استقبال الأهداف، رابع الأهداف لمصلحة الخور، ومع هذا الهدف أيضا التبديل الأول بخيت المري يترك أرضية الملعب، وعبد الله الشملان هو من ينزل إلى أرضية الملعب. شوف إبراهيم، شوف إبراهيم وين الرقابة، وين الرقابة؟ يعني أنا أبي ألعب مدافع حتى لما ألعب